طبخه ما ادري شنو اسمها، تعرفون المعكروني اللي تي مربعات وداخلها جبن او داخلها تشيز؟ معكروني هي بس مسطحه، ما ادري اذا الكلمه صح. كنت اكلها بتركيا، اللي تحطونها بماي بعدها تشيلونها تحطونها بكريمه مع تشيز ومع هالحركات. هذه الاكله الله يسلمكم كنت اكلها بتركيا، بس الحين شفت المعكرونية بجمعية خذيتها بس ما أعرف أطبخها. فاللي عرف اسم الطبخة يقول لي، أو اللي عرف الوصفة يقول لي، لأن اليوم راح أسويها العشاء. اليوم عشانا راح تكون لقطتها. الله تكونون فهمتوني، أو اللي رايح تركيا يعرف أنا شنو قصدي عليه، لكن ما أعرف اسمها ولا أعرف الوصفة، بس أحس أنها سهلة، إن نحطها بالماء بعدها نشيلها نحطها مع كريمة أعتقد أو مع تشيز، لأن هي تي تشي ثقيلة خاثرة شيء تشي مع صوص كأنها ستيك بس معكرونية. هي كأنها باستا بس باستا المعكرونية فيها شيء. أنا خذيت اللي فيها بيستو وخذيت اللي فيها تشيز، هي تتسوى مع البيستو أعتقد. فرح تعرفين المعكرونية اللي خذيتها أنا، المعكرونية اللي خذيتها اللي داخلها أشياء. من وين؟ اللي شريناها من الجمعية اللي قلت أنا بسويها. محطوطة بالثلاجة فوق. ماكرونيا وإذا بيتزا؟ مو بيتزا، قطعة شيء ماكرونيا مربعات. المهم إن تدزولي تلفون اسمها أو الوصفة. أكثر كنا بالأسانسير تو قاعد نسولف في بنتين. صار الموضوع كنا تلفزيون. يعني ما أحس ما راح أشوف سناباتنا خلاص شافوا لايف. فتعرفون كنا شنو؟ كنا احنا انا اعتبر مرات سنابي انسى العدد الرقم اللي يتابعوني، فلما ادري اتوتر. لما تتذكرون اتوتر استوعب الرقم صدق اتوتر وايد واسحي شوي. بس الحين اثنين بنات كانوا بالاسانسير قاعد يشوفونا لايف كذي. انتي ليش قلادة؟ شنو؟ انا بروح اطبخ، انتي تطبخين بعد؟ بسوي شيز كيك. وانا بسوي ما ادري شنو اسم الطبخة، شنو اسمها طلعوا لنا؟ انت زوري كلها الجروب. ما شفت انا. شو اسمه؟ ايه. انت راح تسوي العشاء وانا اسوي الحلو. ايش شلون تسوين الحلو والحلو قاعد قدامك؟ وه وه يا عيب. طبعا لازم لقطة الجمعية قبل الطبخة. تبين هذول فرح؟ لا لا. إذا تبين أجيب لك إياهم من تركيا. نعم. الطبخة رافيولي رافيولا رافيولا رافيولي. المهم راح آخذ الحين المقادير، مقادير وايد طبعا. راح أقول لكم إياها بعدين. جبنة موزاريلا هذا صح فرح؟ ولا شيدر؟ هو شيدر؟ اعتقد شيدر. ايه شيدر. شيدر اسمه شيدر ولا شيدر؟ شيدر شيدر. شايفتني قاعد اقول شيدر 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 شيدر. قولي فشلينا. لازم اضيف لها اشياء ثانيه، راح اضيف لها فطر ما ادري اذا موجود فيه. ايه موجود. موجود؟ ايه. اذا شو قلتي له؟ موجود. صح؟ لا. راح نضيف لها فطر. ما اذكر اللي كليتها بتركيا فيها فطر. اي. واحبها وايد الاكله. شنو بعد فرح؟ شنو بعد ناقصنا؟ بيض ما عندنا. كله تاخذين من هالفواكه ويخيس وما تاكلينه. انا طبخ وايد. انا ضاق خلقي عليه بعد الصراحه. يقولون في معلومة ان الفطر ما يغسلونه، هل المعلومة هذه صحيحة؟ والله قالوا لي ما ادري من منو سمعته، قالوا لي الفطر ما تغسله، الفطر شي شي بس تطبخه سيدة. بيف شو كاهو من تركيا؟ زين كاهو ليش تجيبه من تركيا؟ يكون فريش مو حرام عليك. انت مو حرام عليك. المهم عقيل راح يسوي لكم عشاء، همشي راح يسوي لكم عشاء، وانا راح اسوي لكم الحلو. طبعا عرفتوا شنو الحلو اللي انا قاعد سويته مره
خلاص ماكو غيره. الاوريو تشيز كيك عقل راح اسوي حقنا وحق بيتكم ترى. صارت ألف سنة بتسوي حق بس خلاص اليوم حق آل رئيسي. مشهد لطيف جدا. ابو قاعد يشتري حق عياله حق المدرسه جاي بروحه عشان كلكم تطلبون في ناس يطلبون الشباب يقولون ما لهم شغل بالبيت وما ادري ايش. ابو بروحه جاي ويا عياله قاعد يشتري لهم كرواسون والمره قاعده تهتم بعيالها وقاعده تدرسهم قاعده تنظف بس البيت قاعد تنظف تطبخ. لا ام جوكينج مناصره مناصره للمراه ام جوكينج. الحين بنبلش. انا بلشت بطبختي قاعد اصور بسنابه وانا الحين ببلش بالتشيز كيك وراح اوريكم. الحين بصور المقادير وبقول لكم. خراتني شنو تيفون اللي قاعد يسال عقيل شنو هذا اللي انت بتطبخه؟ هو يجي نفس الباستا بس تكون محشوه بالجبنه. ما ادري افكر يعني يمكن اخذ هذول الميني الصغار وهذول الكبار ودي احطهم والله اثنيناتهم. شنو رايك فرح؟ سومك احس لا هذا اليوم و اي بس انت تعلمي عشان تسوين هذا بعدين. انا قلت ليش نقلي؟ يا جماعة حق اللي قاعد يسأل من وين نحصل هذا الشيء جاهز؟ طبعا في ناس تسويه تقدرون تحصلونه عند الجمعيات. انا ماخذه من مركز سلطان اعتقد. مركز سلطان صح؟ في بسيفكو في بمركز سلطان. هذا يكون جاهز مع جبن في بالبيستو في بوايد انواع بس انا اللي خذيته مع جبن. طبعا لان احنا شخصين فهذا يعني زينة حقنا. الحين نحط فوق شوي اويل وشوي ملح. راح قاعدة تسوي تشيز كيك وانا اسوي يعني نسوي حلو ونسوي هذا وبعدها نبطل لنا موفي حلو حلو وناكل ونشوف موفي. شنو اليوم بنشوف؟ فيلم رعب؟ فيلم رعب طبعا. نطحن الاوريو 6 مغلفات وذوبت الزبدة ما عليه في شوية اوريو بالزبدة لان القفشة اللي قصيت فيها كان فيها اوريو. زين ونخلطه. هذا القالب اللي شريناه من مركز سلطان كيوت. نسيت اشتري الاوراق الزبدة فشنو راح اسوي؟ راح اجيب هذا بخاخ الزبدة وراح ارش رشة واحدة. اتوقع انه يس. نجيب الاوريو راح احطه كله يعني ارصه بالقالب بس هذا بايدي هذا افضل. خلي البس جلافز وياكم لازم اسوي بايدي. خلصنا. الحين راح احطه بالفرن على درجة حرارة 180 مدة شي من 10 دقائق ل 15 دقيقة. لما ننطر الاوريو يخلص بالفرن راح نسوي الطبقة الثانية اللي هي عبارة عن عقل لا تحرك يدي. اول شي راح نحط 1.5 كوب كريمة خفق. هذا كوب وهذا النص. وراح نحط 1/2 كوب سكر. ايش رايك فيني وانا اقول سكر؟ 1/2 كوب عقيل. ونحط غرف الدريمور ونخلط. ونحط قفشه صغيره فانيليا نخلطها مره ثانيه. المفروض ان هذا يكون كامل يعني لان انا ماخذه بالضبط الوزن مو الوزن قصدي ان المقادير بس في قنبلة. ادري مو لا مو انت مو انت انا زين. فبدال هذه القنبلة راح احط 2 يعني حبتين جبن كيري. جبت 2 تشيسين يعني قصدي اوريو كسرتهم بايدي ونحطهم
علشان نخلطهم مع الحشوة. كذي راح يصير شكله هذه الحشوة. الحشوة اسمها صح؟ ما أدري الحشوة الطبقة الثانية ما أدري شو يسمونها. المهم التشيز كيك. الحين راح نحطها وين؟ نحطها هني. خلصتي؟ يس بس خلاص. خلصت. يلا أنا ما أبغى شيء. أنا الحين حطيت فصين ثوم وزبدة. خي شوي يتحمشون ونكمل اللقطة الثانية. حطينا فوقه الماشروم عشان شوي كذي ياخذ ريحة الثوم، وبعدها نكمل لكم الخلطة شوية، لأن ترى الماشروم يشرب كل الدهن، فبدال ما يشرب الدهن راح نحط الحين خلطة البشبل من كيديدي شوية، وراح نحط يعني تقريبا نصه الصغير، وراح نحط بعد كريمة. فرح وين الكريمة؟ ونحط كريمة هم شوية، اعتقد هذه كافي. وخلينا نشوف اذا الماشروم شرب الكريمه وشرب المشبل نزيد، لكن ما اعتقد انه راح نحتاج. نص مكعب ماجي، نحط فلفل اسود، الله يعطينا الريحه. الريحه شلونها؟ نار. نحط دقيقه خليك معي فرح. اوكي. نحط البارميجان، لا الشيدر، مو بارميجان. دقيقة نحط، لا تكثر. ما كثرت نص. صج؟ يس. هو هو ماكن تشيز طعمه. وتالي نحط ذا رافيولي. او ماي جاد. يلا عشان لانه صار بارد. شوفوا ما شاء الله شلون صارت. طبعا تقدرون تخلونها على شوربه اكثر اذا زدتوا الكريمه، بس انا احب تكون خاطره اكثر. وبكذي تكون خلصت الطبخه، ونحط شوي عليها شيدر شويه، لأن ما شاء الله يعني هي مكفية وموفية داخل كل جبن. باستا تعقيل الرئيسي رافيولي. هذه الشي شكلها الحين بجربها، أكيد راح تكون صح أكيد. خلنا نجرب. بسم الله. اخذي من اللي فوق لأن اللي فوق مو وايد حار. هذا أحس يسوونها مع تشيكن؟ اي في يصير. شنو؟ قاعد انفخ عليها. ها مثل ما تخيلتها، وايد لذيذة. انا حبيتها بس حرة. زين قولي ردي يعني عبري. تسلم ايدك. لا عبري. انا ابي رايج اكثر من تسلم ايدك. وايد حلوة يعني. انا انت ما ادري ليش شاطر بالباستات وانا شاطرة بالسويتس. هالمرة التشيز قللت عشانك. اي وايد احلى. فيها زيت شوي صح؟ اي. شنو زيت يعني؟ يعني إن أحس فيها شوي دهن. yes. أو شيء زبدة. زبدة أي. ستايلتش. والله أني طلعت طباخ. أنا ترى كنت بذوقها قبل أذوقها فرح، خفت أنها تطلع مو حلوة بيني وبينكم، بس ما شاء الله الخلط تعطينها بالمية بسرعة، أسرع شيء في الدنيا.
ليش؟ شنو ليش؟ لا يعني انت اول مره تسويها وايد زين. انت زين 80 ليش 80؟ زين ال 20 وين وديتيهم؟ حق شنو؟ شنو الغلط اللي فيها؟ انت مو ماكله هالاكله من قبل ولا تعرفينها. هذا اذا واحد قال لكم الاكل مو حلو. بس ترى وايد لذيذة يعني. في شيء انا وايد حبيته فيها، قلت بسنابي ان فيها شويه شيء ما ادري شلون، في شيء في دهن زبده.